نجم لبناني فريد من نوعه، كلنا منحبه ومننطر إطلالاته. بس مفغالي أهلا وسهلا فيك، واشتقنا لك. أهلا وسهلا فيكم. قبل فترة الماضية كنا شفنا هيك نشاطات عديدة لإلك، إطلالات تلفزيونية أو حتى عبر السوشيال ميديا. هلأ شوي حسينك هيك أخذ رياحة، بلكي شوي هدنة أو شو؟ مش رياحة لا، بس هي يعني وقتها لقيت أنه خلي الناس تشوف حياتي الشخصية أو كيف أفكر أنا، شوي يعني فجأتهم أو عملت لهم شوك، فسكتت، عملت فيروز مود أون، عرفت؟ سكتت يعني تكنت أو هني أنعوني بوجهة نظرهم أو أنا أنعتهم بوجهة نظر أنه واحد يكون حقيقي وما يكذب وما يمثل. طلعتك أنت أداة عديدة بالفترة الماضية، زعلت عليها أو ما بيعني لك الموضوع؟ ما بيعني الموضوع، لأنه أنا يلي قلته يعني بإحساسي، يلي أنا أنه كيف بدي أقول لك، عفوية، كل واحد عنده 5 دقايق تبعيته، فوقتها يطلع من حاله بيطلع من حاله خلص، فأكيد ما بندم. لا، وهو أنا كإنسان يعني طريقة تفكيري غريبة شوي، عم جرب أنه أتأقلم مع الصحافة وهيك، أو هن بيقنعوني أو أنا بقنعون. شفنا كم حدا عم بيجرب هيك يكون عم بيقلد، بتطلع النتيجة أنه عم بيقلد باسم مش عم بيقلد الفنانين اللي عم بيقلدوا، شفتون؟ بصراحة شفت كذا حدا، في ناس منيح وفي ناس لا ما في موهبة. اليوم على المسرح رح تقدم عدة شخصيات، رح تقدم يارا، رح تقدم أصالة، رح تقدم طبعا ست فيروز وست صباح، ورح تقدم أيضا مايا دياب بعد كل الإشكالات اللي كانت سايرة، شو أسمني عسل مثل بيقولوا، رح تقدم ترجع مايا أو بعد في مشاكل وأنت مصر أنك تقدمها؟ لا يعني هي مايا بآخر شيء تنازلت عن القضية وأنا حكيتها، بالنهاية بدي أقلدها، يعني عرفت أنه هي موجودة على بالوسط الفني وهي نجمة، فأنه أنا شغلت أنه أعمل بارودي على النجوم، فبدي أقلدها إذا قالت إيه ولا قالت لا. جاءتوا فرنس أنت ومايا؟ وقت نشوف بعضنا أكيد، نحن من قبل أصحاب. هربي عيوني قلتك، سين عين تقلك، عين مايا فرجيني تشوف، برما لهون فرجيهم للناس، يلا حزرت شو هي الغنية؟ حزروا له شو هي الغنية؟ يا حلو، ايه انا دغري بتعرف الحلو، اسم الله عليك، اسم الله يحز العين، ان شاء الله تكون كلك بهالحزن، ما تكون منفوخ من فوق منفس من تحت، في حدا حزر معنا على هوا السكرة، يا طيب القلب وين؟ يلا غني لنا اياها، براو، يلا تعا تعا، اجيك فرصة تفجر جوع شهرتك، تعا. رح تقدم كمان أصالة نصر اليوم على المسرح، وكنا عرفنا شو صار مع أصالة بالفترة الأخيرة، رح تحول هذا الموضوع لسكاتش على المسرح؟ أكيد أكيد، بارودي يعني على هيدا الشيء آيكونيك، إنه أصالة وباسبورة والقضية صارت معها، منها شيء بصير كل يوم، فهيدا قضية قوية كتير، أكيد بدي أحكي عنها. ضمنت معها الموضوع اللي صار معها؟ بيتعرض كل فنان وكل انسان بيتعرض لاشياء. ربحت الدعوه المقامه من شركه اي ايفنتس، المشكله اللي كانت صايره خلال العام الماضي خلال حفل راس السنه. مش شغلتي هيدي، انا شغلتي شغلي يحكي عني، وهدول في ناس لهم اختصاص وهن يتابعوا المواضيع. والله بدي تبتي بتخاطر، فايتي على المطار، قالوا لي ما فيك تفوتي، ليش؟ قال ما في تطابق بين صوره الباسبور ووشي، وقالوا بدي يحكموا علي اشغال شاقة. قلت له مو مشكلة، شنو عاملة اشغال شاقة بوشي من قبل، ما بيأثر. مو هيك، بس قلت لهم يعني فاكريني اختيارة، يعني ما بصير. وحدة جاية زيارة، وجاية بالطيارة، ورجعة رايحة بالسيارة، بتوقفوها بالنظارة، شو بعمل؟